يا السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. نتقابل اليوم في الابيزود اي ثينك 8 يس من جيمنج نيوز، باش نحكيو فيها كالعاده على اخر اخبار الجيمنج. لابس كبوت خاطرني تو خارج سو باش نصور الفيديو وبعد نمشي. من غير ما نزيدو في الحديث يلا نبداو ابيزود 8 كاو. نبداو اخبارنا الحلقة اليوم مع مايكروسوفت اللي خرجت ميزاجور للسيستم تاع الاكس بوكس 1، ولاري هرايب مسؤول I don't know how to pronounce it but I think that's لاري هرايب I hope it's correct but لاري هرايب المسؤول متاع البروغراماسيون عن مايكروسوفت قال اللي السيستم هذايا جيست باش يصلح لي بوغ اللي كانوا موجودين في الميزاجور اللي فاتت، ماهوش باش يزيد فيوتشرز جدد وكهو معناها باش يصلح لي بوغ. وكهو برشا عباد ما تعرفش اللي AMD هي المسؤولة على صنع القطايع كيما الجرافيكس كاردز والسي بي يو متاع البيس 4 والاكس بوكس 1، يعني الناس تعرفها اللي هي تصنع قطايع كل البي سي، لكن في الحقيقة زاد عندها دور في صنع الجرافيكس كاردز والسي بي يو متاع الاكس بوكس 1 والبيس 4. AMD يعني قد ما تطيح في الاسوام متاع القطايع متاعها قد ما يطيح الاسوام متاع الكونسولز، ويعني AMD عندها دور كبير في تحديد الاسوام متاع الكونسولز، حتى قد ما يتيحوا الاسوام متاع قطايعها قد ما تكون الكلفه متاع التصنيع اقل ويتيحوا الاسوام اللي تتباع بهم الكونسولز. ودانييرمون في سي او اس 2016 كونسيومر الكترونيك شو في لاس فيغاس عملوا انترفيو مع ليزا سو رئيسه اي ام دي، وقالت the consoles work on a 5 to 7 year strategy that's the lifetime for these consoles without talking about particular parties console there will be opportunities to cost reduce. يعني ليزا سو باش قالت اللي لي كونسول يدوموا ما بين 5 لـ 7 سنين، يعني المدة متاع كل كونسول، وفي الوقت هيك قد ما هما يطيحوا في الأسوام قد ما يطيحوا معناها الأسوام متاع الكونسول. هذيك علاش باش AMD باش يكون الهدف متاعها تعمل طرق متاع صنع جديدة باش تطيح في الأسوام متاع قطايعها. اللي تبعوا سيري جيمنج نيوز بالباهي يعرفوا اللي انا حكيت بالباهي على الفيرتوال رياليتي في الابيزودز اللي فاتوا، ومنهم البلاي ستيشن في ار والاوكيليس ريفت. بالنسبه للخبر متاع اليوم عندنا خبر من عند بالمر لوكي اللي هو المطور متاع الفي ار اوكيليس ريفت اللي باش تخرج ان شاء الله في مارس بسوم 600 دولار. نفكر اللي الاوكيليس ريفت كانوا عندها برشا فيرسيونات، وهذه الفيرسيون الاخرانيه اللي معناها فيها الفيوتشرز نتاع الفي ار الكل. السيد هذايا بالمر لوكي حكى على المنافسه اللي باش تصير بينهم وبين نتاع الاتش تي سي ونتاع سوني، دونك قال لي المارشي هذايا باش يكون صعيب معناها باش تكتسحوا، لكن قال اللي الاوكيليس ريفت متفوقه برشا على البلاي ستيشن في ار، مثلا خاطر البلاي ستيشن في ار كومباتيبل مع البلاي ستيشن 4 اللي والبلاي ستيشن 4 كما نعرفوا ما فيهاش شكل القطايع اللي تحط تتقارن مع بي سي فيه جي تي اكس 980 تي اي ولا الاي 7 4790K. دونك الجرافيكس اللي وفرهم البي سي بالاوكيليس ريفت مش كيما الجرافيكس اللي باش توفرهم البلاي ستيشن في ار مع البي اس 4. هذاك علاش قال اللي الاغلبيه معناها باش يمشيو للشوا نتاع الاوكيليس ريفت، وزاد قال اللي معناها الماجوريتي عندهم البي سيز، دونك باش يحاولوا يحطوا الفي ار كومباتيبل مع بي سيات معناها مش قوي وياسر، اما معناتها مش قوي وياسر معناها مينيموم نتصور يعملوا جي تي اكس 970 باش معناها تنجم تخدم هيك القوه نتاع الجرافيكس نتاع الفي ار. اعلنت شركه سوني انها باعت اكثر من 36 مليون نسخه من جهاز البلاي ستيشن 4 نتاعها اللي اعلنت عليه في 2013 في شهر نوفمبر بالذات، وبهكاك سوني حطت البلاي ستيشن 4 يحتل المرتبه 13 في اكثر الكونسولز اللي تبيعوا في التاريخ، وبعدها تفوقت على نينتندو 64 وتفوقت زاد على الاتاري 2600، وزاد تقعد البلاي ستيشن 2 تحتل المرتبه الاولى ب 157.68 مليون وحده تبعت، يعني تقعد ديما ليجندير هي والنينتندو دي اس اللي تجي بعدها ب 154.88 وحده. اوكي كانت هذه الابيزود 8 من جيمنج نيوز، ان شاء الله تكون عجبتك.
بالطبيعة كان عجبتك حط لنا لايك، كما عجبتكش حط لنا ديسلايك، عامل سبسكرايب باش ما يفوتك حتى فيديو، وزادة كان عجبك الفيديو بارتاجيه مع أصحابك. كان معكم أحمد كابو من موقع تينيزين جيمرز، إن شاء الله نقابل المرة الجاية في فيديو جديد من جيمينج نيوز وإلا فيديو من تايب آخر. سلام عليكم. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. نتقابلوا اليوم في فيديو دونك سبيسيال شويه، مانيش نعملوا لا جيمينج نيوز لا حد شيء. حبيت اليوم نحكي معكم جست معناها نقول لكم على البروغرام تاعي نتاع 2016، الجولز اللي نحب نعملهم. نبداو بال goals تاع دونك تاع الشين مش البيرسونال goals. نحب نولي consistent في الحكايه تاع gaming news، نولي ناش